مناسبة لحتى وصلنا لهون. كنا عم نتكلم عن المنبر يمكن. اي نعم. المنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بثره، لأنه إذا نقلناه معناها دعمنا البدعة الجديدة. وكان حديث شيخنا عن انه لما التوفير صار، لما يوقفوا التوفير صار، لما يوقفوا الطاقة يوفر صار. فقلت انت هم اللي بدوروا على التوفير صار، وهم رزقوا وكان محراب يعني بيسموه. هو الحقيقة في الوضع الحالي ومع وجود هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف المعنويات الشرعية. أنا مرة أذكر جيدا أنه الألبسة الغربية الآن، وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء، فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ يعني هذا هو القصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية. رحمه الله.